من واشنطن يعلن الرئيس الأمريكي رأيه في التطورات في البلاد. في بورتلاند بولاية أوريغان يقول إن مؤيديه كانوا يتظاهرون بشكل سلمي. وفي كينوشا يرفض شجب مقتل 2 من المتظاهرين على يد فتى يبلغ 17 عاما يعتقد أنه مناصر لترامب. ننظر فيما حصل، لعلكم رأيتم الفيديو نفسه الذي رأيته. يبدو أنه يهرب منهم ثم وقع وهجموه بعنف. ننظر في الأمر وهو قيد التحقيق، واعتقد أنه كان في ورطة أو مشكلة وكان يمكن أن يقتل. الأمر رهن التحقيق. ينتقد ترامب الخصم الديمقراطي جو بايدن لعدم شجب الأخير منظمات يسارية مثل أنتيفا. كان بايدن انتقد ترامب من بنسلفانيا. النيران مشتعلة ولدينا رئيس يزيدها اشتعالا بدلا من إيقافها، لكن علينا أن لا نحترق بل أن نبني. خسر هذا الرئيس منذ فترة طويلة القيادة الأخلاقية لهذا البلد، فهو لا يستطيع إيقاف العنف لأنه حرض عليه لسنوات. كان من المقرر أن يزور بايدن كينوشا. سكان المدينة انتظروا، يقولون مرشح الرئاسة الديمقراطي ليعلن دعمه لمدينتهم المنكوبة. الذهاب إلى بنسلفانيا عوضا عن زيارة مدينتهم جر عليه انتقادات. كان على بايدن زيارة كينوشا لأن الناس يريدون الاستماع إليه، لكنه لم يحضر واختار بنسلفانيا حيث لا يجري أي شيء هناك. كان عليه أن يأتي ويكون جزءا من عملية التعافي هنا. وبينما يتبادل ترامب وبايدن الاتهامات، تنتظر كينوشا زيارة ترامب. يلتقي مع قوات الشرطة والأمن، لكنه لن يلتقي كما أعلن حتى الآن مع عائلة جاكوب بليك الذي أشعل إطلاق النار عليه موجة المظاهرات في كينوشا.